الأحداث 24 ساعة لهذه الليلة، مرحبا بكم من التلفزيون المصري. نرحب بحضراتكم ونبدأ الأحداث بالعناوين. الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان التضامن ضد أي تهديد إقليمي والعمل على تعظيم التعاون في مجال الطاقة. خلال اتصال بملك البحرين، السيسي ينعى رئيس الوزراء البحريني ويعرب عن تقديره لمواقفه الداعمة للعلاقات بين البلدين. مصر تتفق مع التحالف الدولي للأمصال للحصول على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. إلى تفاصيل أحداث هذه الليلة. خلال زيارته الحالية لليونان، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء رسمية أقامتها رئيسة اليونان تكريما لسيادته. تكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازا بمكانة مصر الإقليمية، أقامت السيدة إيكاتريني سيكيلارابول رئيسة جمهورية اليونان مأدبة عشاء رسمية للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته، حيث ألقت السيدة رئيسة اليونان كلمة رحبت فيها بالسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته، كما ألقى السيد الرئيس كلمة أكد فيها على عمق العلاقات المصرية اليونانية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي الرئيسة السيدة إيكاتريني رئيسة الجمهورية اليونانية، أتوجه لفخامتكم بالشكر والعرفان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارتي لبلدكم الصديق الذي يحظى بمكانة خاصة في نفسي ولدى الشعب المصري بأسره، حيث نتشارك معا إرثا حضاريا يضرب بجذوره في أعماق التاريخ. فمصر واليونان من أقدم الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، وكان لهما دورا بارزا وتأثير لا يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة الإنسانية في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب. إنما يجمع بين مصر واليونان من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة، يجعل من البلدين الصديقين جسرا مهما للتلاقي والحوار والتعاون بين العالمين العربي والإسلامي من ناحية، والقارة الأوروبية من ناحية أخرى. وضع على كاهلنا مسؤولية مشتركة لنشر قيم السلام والتسامح ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين شعوب وثقافات جنوب وشمال البحر المتوسط. سيدتي الرئيسة، ولقد جاءت زيارتي إلى بلدكم العزيز في وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة في كافة أوجه التعاون، بما يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة استراتيجية تستهدف تحقيق تطلعات شعبي البلدين، كما مثلت فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى مع فخامتكم ودولة رئيس الوزراء، ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون فيما بين بلدينا على كافة الأصعدة، وإنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية ذات التأثير المباشر على أمننا القومي. ولعل التوافق في وجهات النظر الذي ساد في محادثتنا يعكس اقتناعا راسخا بضرورة مواصلة التضامن لتحقيق أهدافنا المشتركة. وتزداد أهمية لقائنا اليوم بالنظر إلى ما تشهده منطقة شرق المتوسط من ممارسات استفزازية ومحاولة زعزعت الاستقرار الإقليمي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بالإضافة إلى حالة التوتر والاحتقان الراهنة بين العالمين الإسلامي والأوروبي جراء الرسوم السيئة للرموز والمعتقدات الدينية المقدسة وما تلاها من جرائم إرهابية، الأمر الذي يؤكد المسؤولية الملقاة على عاتق مصر واليونان للاستمرار في تقديم النموذج الإيجابي للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة وإعمال صوت العقل والحكمة لإرساء الإخاء والمساواة وقبول الآخر ورفض العنصرية والتطرف والكراهية. وختاما، يطيب لي أن أوجه لفخامتكم الدعوة لزيارة مصر في المستقبل القريب لمواصلة جهودنا من أجل تعميق أوجه التعاون بين بلدينا، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد ولشعب اليونان الصديق مزيدا من الرفعة والرخاء والازدهار، وشكرا.
وخلال مؤتمر صحفي في أثينا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع رئيس وزراء اليونان كارياكوس ميتوناتكيس تناولت سبل إحداث طفرة نوعية في العلاقات بين مصر واليونان عبر تكثيف التبادل التجاري وتعزيز السياحة. وقد أوضح سيادته أنه بحث مع رئيس الوزراء اليوناني التطورات في منطقة شرق المتوسط على خلفية عدد من الانتهاكات الإقليمية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التضامن والتعاون للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد الأمن الإقليمي ويسمح بالاستفادة من الثروات الطبيعية للبلدين. تناولت مشاورتنا اليوم التطورات في منطقة شرق المتوسط بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي وانتهاك سياسات أيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف، حيث توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية، وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى. كما أكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أن شمولية الحل السياسي في ليبيا هي السبيل الأوحد لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة والتصدي الحاسم للدول الداعمة للإرهاب وانتهاج سياسات حاسمة للتصدي للدول التي تنقل المرتزقة وتدعم الإرهابيين. كما تطرقنا لتأثير الوضع الليبي على كامل الجوار الإقليمي، مشددين على أن شمولية الحل السياسي في ليبيا يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وما يستلزمه ذلك من معالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وخلاصات مسار برلين وإعلان القاهرة، وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والسلاح إلى الميليشيات المتطرفة. وقد اتفقنا على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهد الدولي لمجابهة خطر الإرهاب بما في ذلك التصدي للدول الداعمة له وانتهاك سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتمويل والتدريب والتسليح، وتوفر لهم المنازل الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب. وأكدنا في هذا الصدد أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأي دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، وشددنا على أهمية إعلاء قيم الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات والرفض الكامل لتوجيه أي إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والتعصب. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن مصر واليونان قدما مثالا يحتذى به للتعاون في منطقة شرق المتوسط عبر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مؤكدا عزم البلدين على استكمال المشاورات لتوسيع التعاون والسلام في المنطقة. كما أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه بحث مع الرئيس السيسي التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى الدور الرائد الذي تلعبه مصر من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، وشدد على أنه على تركيا التخلي عن الخروقات التي تمارسها في منطقة شرق المتوسط والتحلي بسلوك حسن وحسن الجوار حتى يمكن بدء حوار فعال معها. تحدثنا كثيرا عن التعاون الطاقة الذي يتم في منطقتنا، ونشير إلى إيست ميد غاس فور، حيث تلعب مصر دورا هاما في هذا المجال
وهناك 7 أعضاء مؤسسين، وكل دولة يجب أن تكون مقبولة في المنطقة وأن تساهم في هذا التحالف من خلال شرط هام جدا، وهو أن تبتعد عن التحديات وأن تحترم الشرعية الدولية. وأشير أنا هنا بالطبع إلى تركيا، هذه التي قيادتها عندما تعود إلى علاقات حسن الجوار وتتخلى عن العدوانية، حينها ممكن أن 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 تعود وأن تقدم مزايا لشعبها. كان الرئيس السيسي قد أجرى مباحثات مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو في القصر الجمهوري بالعاصمة أثينا، كما قام سيادته بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيارته لدولة اليونان بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول، حيث تفضل سيادته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. وعقب ذلك توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الجمهوري، حيث كان في استقبال سيادته السيدة إيكاتريني ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية بحضور وفدي البلدين، حيث أعرب سيادته في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليوناني، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر. وقد قدم السيد الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر. وتعزيزا لتلك العلاقات وتكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهدت السيدة رئيسة اليونان السيد الرئيس أعلى وسام في جمهورية اليونان، وهو وسام جراند كروس أوف ذا ريديمير. كما أهدى السيد الرئيس قلادة النيل للسيدة رئيسة جمهورية اليونان تكريما لسيادتها وتعزيزا للشراكة مع جمهورية اليونان. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكس، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية تطرقت لمجمل العلاقات بين الجانبين، وتناولت تعزيز العلاقات وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وخلال لقائه مع رئيسة اليونان بالقصر الجمهوري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين،
كما شدد سيادته على أن مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد يهدد حدودها ومصالحها في شرق المتوسط. العلاقات بين البلدين بتتطور بشكل رائع وعظيم وبتتقدم بشكل كبير، واسمحي لي أقول لك أن واتفق معك في أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كان أمر بيعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات. واسمحي لي أسجل هنا بكل تقدير أن مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية، وفي إطار احترام قواعد القانون الدولي. اسمحي لي أسجل برضو مرة يعني أتوافق معك في أمر في منتهى الأهمية، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدا بدين واحد، ولكنها أو مش مرتبطة بالأديان بصفة عامة، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري واللي بيؤدي إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب اللي احنا بنعاني منه كلنا. مهم قوي ان هذا الامر يعني لا يتحول الى اساءة الى الاديان او الى مشاعر المؤمنين. من جانبها رحبت رئيسة اليونان بزيارة الرئيس السيسي لأثينا مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع البلدين على مر التاريخ. كما أكدت رئيسة اليونان أهمية المباحثات مع الرئيس السيسي التي ستتناول التصعيد الخطير من جانب تركيا والتهديدات التي تمثلها في منطقة شرق المتوسط. Έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και εμένα προσωπικά να υποδεχόμαστε σήμερα τον ηγέτη μιας μεγάλης φίλης χώρας, πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή μας και πραγματική ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού και του αραβικού κόσμου. أنا جدا فخورة وهذا فخر كبير وشرف كبير لليونان ولي شخصيا أن أستقبل هنا في هذا المكان رئيس جمهورية مصر العربية، هذه الدولة الصديقة والرائدة في العالم الإسلامي والعربي. Μιας χώρας που συνδέεται με την Ελλάδα με μακραίωνες σχέσεις φιλίας, σεβασμού και πολιτισμού. هذا البلد الذي يرتبط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة على مر التاريخ. ορόσημο απαιτεί για τις σχέσεις των χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μερικής Οριοθέτησης ΑΟΣ. وطبعا تم تتويج هذه العلاقة في 6 أغسطس من هذا العام من خلال توقيع الاتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام. Στη συνάντησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε διεξοδικά στην παρούσα συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας. في اللقاء الموسع الذي سيجري بيننا سنتحدث بالتفصيل إلى أمور أخرى، ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب اللواء سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة اللواء، إذا في أي إطار تأتي هذه الزيارة لأثينا خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين؟ حتى لحضرتك يا دكتور خالد وزميلك العزيز،
زيارتي أول زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي والثالثة لليونان، لكن كان في زيارتين على هوامش قمم. فما بعد انتهاء العمل القانوني والعمل اللي فيه مستويات ربما أقل، يعني مستويات وزارية ومستويات من المتخصصين، من الطبيعي أن يكون هناك زيارة رسمية. والسيد حتى كرياكوس ميتسوتاكس تحدث أن يعني وجود الجائحة قلل من يعني المراسم ومن حفاوت يعني والتنظيم يكون أكثر. يعني لو كان الأمور طبيعية كان حيكون في يعني ركابات أكثر ومواكب، فده طبيعي لأن احنا بنبدأ حقبة جديدة مع اليونان، حقبة بعد ما انتهت كل ما يتعلق بترسيم الحدود بدون خلافات، مطبقين الأعراف الدولية والقانون الدولي وقانون على البحار كنموذج. يعني بالإضافة لأن خلينا نحكي بشكل أقرب أن اليونان تعاني من تهديدات من تركيا، تعاني من مشاكل تتعلق بالهجرة غير الشرعية التي تأتي لها من تركيا. فزيارة يعني رئيس بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة بحجم مصر بتكون رسالة تضامن، واللي عبر عليها فخامة سواء كان في لقاء يعني فخامة رئيسة الدولة أو دولة رئيس الوزراء. يعني بالإضافة إن إحنا عايزين ننقل العلاقة لتبادل اقتصادي وتجاري أكبر، استثمارات متبادلة، تنسيق مواقف أكبر، يعني أن تتخطى فكرة التنسيق ما يتعلق بالجهاز المتوسط أو ما يتعلق بالأمور الدفاعية. في رسالة أخرى كانت لقبرص الحقيقة، واللي هي عضو في الثلاثية واللي كان في نيقوسيا يعني قريبا القمة الثامنة للثلاث دول، أن يعني لا نقبل إلا الحل الشامل، لا نقبل إلا القرارات الدولية. على الجانب الآخر تبادل المسؤولين الكبيرين الزعيمين الكبيرين ما يتعلق بالمواقف من ضرورة شمولية الحل في ليبيا اللي بيشمل وحدة وتكامل الأراضي الليبية والقضاء على الإرهاب ونزع السلاح الميليشيات والفصائل والقضاء على الإرهاب، عودة الدولة الوطنية. فدي الرسالة المهمة جدا. موضوع برضو تعرض لمكافحة الإرهاب ما يتعلق يعني كما ذكر السيد رئيس الوزراء اليوناني أن مصر حسن الوسطية الإسلامية، دي شهادة من دولة أوروبية لها تأثير كبير في الحضارة الأوروبية، تمثل جزء كبير من القوى الناعمة الأوروبية. على الجانب الآخر طيب سيد اللواء سمير، منتدى غاز المتوسط منتدى وليد تتزعمه مصر واليونان عضو فيه، كيف تسهم هذه الزيارة في دفع هذا المنتدى إلى الأمام؟ بالفعل المنتدى بدأ بالثلاث دول ثم يعني التاسع بسبع دول، إن أولا مصر بتنسق فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام، عن فائض طاقة فهتوصل كهرباء لقبرص واليونان ومنها لأوروبا، فيبقى في مجالات جوه المنتدى الغاز لكن لا علاقة سواء بالطاقة بشكل عام أو بالصناعات، سواء كانت صناعات يعني قيمة مضافة سالة غاز، ما يتعلق بتنسيق البنية التحتية فيما يتعلق بالغاز وإسالته ما بين الدول. يعني الأردن مثلا مش دولة في شرق المتوسط لكن هتكون شريكة سواء كان في نقل الغاز لمناطق أخرى أو في صناعات علاقة بالغاز. والاقتصاد لما يكون يعني متشابك ومتكامل هيبقى في يعني ميزه ان في سبع دول في الغاز تتخطى الغاز نفسه وتصل لتنسيق المواقف، حمايه وتامين المصالح الحيويه اللي ممكن توصل الى وجود يعني منتدى لوزراء دفاع الغاز الشرق المتوسطي، بالاضافه طبعا لوزراء الخارجيه والبترول والوزارات المعنيه. فانا ارى ان الزياره دي بتدفع، وخاصه انها اتت بعد القمه، كانت قمة في قبرص القمة الثامنة، ومصر استضافت الحقيقة يعني ثلاث قمم، واليونان قمتين والقمة القادمة في اليونان. فأنا أرى أن الزيارة بتأتي في ظل الزيارات ونشاط دبلوماسي تشهده مصر سواء من مسؤولين يأتوا أو رئيس بيزور في نقط ودول لها أهمية استراتيجية لمصر اقتصادية وعسكرية. رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية كان معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. تشهد العلاقات بين مصر واليونان تطورا مستمرا، فالبلدان يجمعهما
ماض عريق وروابط راسخة قوية وتبادل تجاري يتزايد باستمرار، وأيضا تبادل منتظم للزيارات الدبلوماسية، ولا يدخر الجانبان جهدا لتعزيز مناخ ملائم للتفاهم والتنمية على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. نتابع. بين مصر واليونان علاقات متينة ومتميزة مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل وتطابق الرؤى إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية. هذه العلاقات ارتبطت بسجل حافل بالمواقف الإيجابية المتبادلة، ولم تكن حفاوة الاستقبال التاريخية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في العاصمة اليونانية أثينا إلا لبنة في صرح هذه العلاقات التاريخية. عززت تلك العلاقات باستقبال الرئيس الراحل محمد أنور السادات لملكة اليونان السابقة فريدريكا مطلع العام 1980. خلال السنوات الأخيرة سجلت العلاقات بين القاهرة وأثينا تطورا مهما، ولعل انعقاد القمة الثلاثية الأولى عام 2014 دشن لبداية عهد جديد من التعاون وتعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال الشراكة بين القاهرة وأثينا. وينطلق محور القاهرة أثينا نشيطا بالزيارات المتبادلة وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. العلاقات الاقتصادية أخذت منحنى تصاعدي بفضل الإرادة المشتركة للزعيمين، والتي ظهرت ثمارها في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان ليسجل ارتفاعا بنحو 10% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، كما تجاوزت قيمة الاستثمارات اليونانية في السوق المصري ملياري دولار بنهاية 2018. وجاء برنامج العودة للجذور الذي استضافته مدينة الإسكندرية وشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره اليوناني، ليفتح مجالا للحوار والتبادل المشترك ويمثل جسرا للتواصل يدعم رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين ويؤسس لشكل جديد من التلاقي الثقافي والفكري والعلمي بين أبناء مصر واليونان. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه لأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء البحريني. وخلال اتصال هاتفي عبر الرئيس السيسي عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. من جانبه أعرب الملك حمد بن عيسى الخليفة عن خالص العرفان لللفتة الكريمة من الرئيس السيسي التي تأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدير وازدهار. كما نعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الأمير خليفة ابن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى الشعب البحريني الشقيق وإلى قيادة وحكومة البحرين، داعين المولى العظيم أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنته. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة قد أعلن الحداد الرسمية في البلاد لمدة أسبوع وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام بدءا من اليوم الخميس، وذلك بعد وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وقد نعى الديوان الملكي في البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر الديوان الملكي البحريني أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الراحل إلى أرض الوطن وتقتصر على عدد محدود من الأقارب.
هذا وقد أعلن الديوان الملكي البحريني أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة قد كلف نجله صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة برئاسة مجلس الوزراء في المملكة. متواصلون معكم من الفضائية المصرية ونتابع بعد الفاصل. إصابة شخصين في جدة إثر هجوم خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى، ومصر تدين أحداث هذا الحادث. حملة ترامب ترفع دعوى في ميشيغان لمنعها من توثيق فوز بايدن بأصوات الولاية. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماع اللجنة الطبية لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية التوصل لنتائج متقدمة للقاحات فيروس كورونا. وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد التوصل لاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال لحصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية. من جانبه أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تطورات ملف اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى يتسنى التحرك المبكر لمصر لتأمين قدر كاف من جرعات تلك اللقاحات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون التأمين الموحد بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات. وخلال اجتماع الأسبوعي للمجلس عبر الفيديو كونفرنس أكد المجلس أن للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعفاء السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم كافة. بتزامن مع ذكرى مرور 16 عاما على وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، شيعت جنازة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي وفاته المنية أمس عن عمر ناهز 65 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا. وشغل عريقات منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد وضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور في مراسم تأبينه بمدينة رام الله بالضفة الغربية غداة إعلان الحداد الوطني 3 أيام على روح المفاوض المخضرم. وتوفي عريقات والذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحة أمس بعد إعلان إصابته بكورونا في 8 أكتوبر. وفي أعقاب مراسم التأبين توجه موكب الجنازة من رام الله إلى أريحة حيث نقل جثمان عريقات إلى مسجد المدينة للصلاة عليه. صرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تباشر التحقيق في حادث اعتداء جبان وقع أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، مما أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابات طفيفة. هذا ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث. من جانبها أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الغاشم الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن إصابة شخصين اثنين. وأعربت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية. وأكدت مصر وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
أكدت هيئة كبار العلماء بالسعودية أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. وأكدت الهيئة في بيان أنه منذ تأسيس هذه الجماعة الإرهابية لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم. ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، وخرجت منها جماعات إرهابية متطرفة بثت الفساد في البلاد، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. يواصل آلاف اللاجئين الإثيوبيين الفرار إلى السودان في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإثيوبية قتالها ضد قوات إقليم تيغراي. وصرح مسؤول مفوضية اللاجئين بشرق السودان بأن 11 ألف لاجئ إثيوبي فروا إلى السودان منذ بداية الصراع في إثيوبيا الأسبوع الماضي، موضحا أن الوضع الإنساني حرج جدا. وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مصادر في مفوضية اللاجئين أن السودان يتوقع تدفق أكثر من 200 ألف إثيوبي عبر الحدود على بعض الولايات شرق البلاد في الأيام المقبلة. رفعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية في ولاية ميشيغان لمنعها من توثيق فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية. في غضون ذلك أعلن أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا أن الولاية ستقوم بإعادة فرز جميع بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 نوفمبر، مضيفا أن الفرز سيكون يدويا لأن الفارق بين المرشحين متقارب جدا. اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن عدم إقرار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية يشكل مصدر إحراج له، لكنه لا يؤثر كثيرا على العملية الانتقالية. وأشار بايدن إلى أنه بدأ بالفعل في اختيار فريق إدارته. وخلال مؤتمر صحفي قال بايدن أنه أجرى اتصالات هاتفية بستة من قادة دول العالم، أكد خلالها عودة الولايات المتحدة مجددا إلى الساحة الدولية، كما أبدى ثقته كذلك بالقدرة على استعادة الاحترام الدولي لبلاده. والآن جاء موعدنا في أحداث هذه الليلة مع جولة في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس. من جريدة الأهرام، مليار يورو مرشحة للزيادة، خبراء مصر تمثل ملاذا آمنا للاستثمارات اليونانية. ارتفعت الاستثمارات اليونانية في مصر إلى ما يزيد على مليار يورو في مجالات الصناعة والثقيلة وغيرها من هذه الصناعات. من جريدة أخبار اليوم، بروتوكول لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار. شهد وزير السياحة والآثار والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار. من جريدة الجمهورية، الصحة تسجل 227 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة. من جريدة الوطن، حماية المستهلك رقابة مشددة قبل الجمعة البيضاء وغرامات رادعة للمخالفين. ومن جريدة اليوم السابع، مصري ينجح في كسر الرقم القياسي العالمي لأطول غطسة في العالم. بعيدا عن أجواء السياسة، نأخذكم في جولة حول العالم لنشاهد كل ما هو غريب وطريف. نتابع.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء، ومعتدل على جنوب سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.